شو الاسم؟ سؤال. امي كتير بتطبخ اشياء طيبه، فراح اسمي حالي مكرونة. انا هي اسمها الحقيقه اسمها جبنه المكرمشات. هي بتنعمل من البطاطا. اول شيء نمعس البطاطا، بعدها بنحط فيها جبنه المشمل، بعدها بنحط يعني بنغطسها بالمكسرات وهيك بنقليها وبتصير جبنة مكرمشات. اليوم رح حذركن حذورة لمكونتي المفضلة. حذورة كتير 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 سهلة. حذر. أنا ما بحب أعمل شي، بس بحب أغني ورقص. البرياني بيكون هو رز.